تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جولاتها في الأراضي الصومالية لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحتاجين من الشعب الصومالي للتخفيف من معاناة النازحين ودحر المجاعة. وساهمت الهيئة من خلال حملة لأجلك يا صومال بتوزيع الكثير من المواد الإغاثية والطبية، وعملت على إقامة العديد من المشاريع التنموية من أجل الإنسانية. حقيقة يعني نحن كشعب الصومالي نوجه شكرنا وتقديرنا لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة ابن زايد آل نهيان، وأيضا نحن نقدم شكرنا وتقديرنا لكافة الشعب الإماراتي وخاصة الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني الإماراتي. نحن نقدم الشكر والتقدير لشعب الإمارات العربية المتحدة وحكوماتها لوقوفهما جانب الشعب الصومال في معاناتنا وإنقاذهم من الجوع والعطش. في مقدمتهم الإمارات العربية المتحدة جزاها الله خير، ونعرف طبعا شعبها الأصيل المعروف بأعماله الخيرية وبأنشطته المعروفة الإنسانية